ورجعنا من الاستراحة، وطبعا عملنا ايه في الشوطين اللي فاتوا؟ عملنا المقلوبة بطريقة بسيطة، شوينا الخضروات والباذنجان، واتكلمنا عن طريقة تقفيل كده سريعة وبسيطة، بدل ما اصدقائنا لسه اول مرة يجربوها بيتخوفوا انهم يعملوها في حلة واحدة ويقلبوها تنجح معاهم. احنا عملنا طريقة كده بسيطة، وعملناها في القالب ودخلناها الفرن، وبعدين سقينا كده كبشة مرق وطلعنا الرز، يعني ما هوش 100% مستوي عشان ياخدوا من طعم بعض، ونقلب من القالب يبقى أسهل لينا أكيد إن شاء الله. طيب دلوقتي بقى هنعمل سلطة كده بسيطة لطيفة. لو عندي حمص شام، عندي خيار، عندي فاصوليا بيضة مسلوقة، عندي لوبيا، عندي أي حاجة من البقوليات المسلوقة، عدس بجبة، قادر اعمل منه شويه سلطه حلوين. مش بالضروره يعني يتحطوا فيه اكلات صريحه، لكن ممكن نستخدمه في وصفه لطيفه نعمل سلطه بارده. الصيف بيحب حاجات خفيفه كده وتبقى مغذيه ومهمه، الواحد ياخد منها طبق كده الدنيا تبقى جميله. طيب هاخد كده شويه خيار، طبعا لو عندكم شويه خضروات مشويه بقى وحابين تعملوا سلطه مشويه كده جميله وتنقنقوا فيها مع شويه زيت زيتون، فصين ثوم، وتدوها كده يعني رشه ملح وفلفل وشويه كمون، يعني هتتبسطوا بيها قوي. وبرضو من الحاجات الجميله لما بتبقى في الثلاجه بتبقى كده سبحان الله الواحد يقدر ايه يحطها في قطعه عيش بني او عيش بالشوفان، يعني سناك مفيد. انا عايزه يبقى فيه افاده. انا عارفه انه اللاعبين والناس اللي بتتدرب على كل اللعب سيدات او رجال دايما بيبقوا ملتزمين بحميه خاصه عشان يعني ال 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 الرياضه بتاعتهم او علشان التدريبات بتاعتهم، لكن اكيد السلطات من حقنا ننوع فيها ونستمتع بمختلف الالوان، وكلما الالوان كترت كل ما الفوائد بقت كمان كتيره. هنتكلم طبعا عن الحاجات الحلوه. السلطه بتاعتنا دي فوائدها فيها حاجات جميله، يعني الفاصوليا البيضة دي فيها فوائد كتير جميله، بتطرد السموم من الجسم، بتساعد على انقاص الوزن، لان هي كمان فيها بروتين وفيها كربوهيدرات، فيها الياف. ناخد شويه من البصل الاحمر. الالياف دي بطيئه الهضم فعلا يعني، فبتحافظ على مستوى السكر في الدم، فبرضه بتبقى من الحاجات المحببه. بتقلل كمان من التوتر، القلق، يعني احنا في حاجات ما بناكلهاش غير بالطهي. هي فيها برضه نسبه منجنيز عاليه، خلوا بالكم. يعني الحاجات الجميله دي بيقولوا بقى ان هي كمان مفيده للبشره والشعر. فانا يعني ايه، انا احنا هنقول الفوائد الخاصه طبعا مفيده للكلى. الفاصوليا دي كل انواعها، بيضة حمراء سودة، كل دي كلها مفيدة للكلى. حتى شوفوا الرسمة بتاعتها، كان دايما في ناس دكاترة، حقيقة كنت بحب قوي الدكاترة اللي بتسهل المعلومات على الناس البسيطة وينزلوا المعلومات دي ليها علاقة بأشكال الأكل، ويقول لك بيخاطب أنهي جزء في أجزاء الجسم ومفيد لأنهي جزء ومفيد ليه، ونسبة الفيتامينز اللي فيه قد إيه. فدي كانت من الحاجات الجميلة قوي قوي الحقيقة، كان من ضمنهم الفاصوليا او انواع الفاصوليا بشكل عام، الحمراء او البيضة او غيرها. هنقلب بقى تقليبه كده سريعه. بصوا بقى سلطه جميله، بسم الله، بسيطه. تعالوا بقى نعمل الدريسنج هنا. هاخد رشه فلفل، رشه ملح مش كتير، هاخد زيت زيتون وعصير ليمون. خليني اخد الاول عصير الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز يستخدم خل التفاح ماشي، عصير الليمون يتحط على طول وقت ما هنيجي ناكل. وطبعا ما نتبلش معلقه صغيره خل، ما نتبلش السلطه الا قبل الاكل على طول، وده علشان ايه؟ نحافظ عليها، الخضار ما يتبلش، وناخد كمان نسبه الفيتامينز الحلوه اللي ايه الجميله اللي في الحاجه. هنقلب تقليبه سريعه كده وهندلق الدريسنج ده بسم الله الرحمن الرحيم على مكونات السلطه دي، وهنقلب تقليبة حلوة، وهنبدأ نحطها في الطبق بتاعنا. وهنعمل دلوقتي صنف من الأصناف الحلوة، صنف كده راقي وجميل، برضو من الأصناف المحببة، هو النوجا جلاسيه. بصوا بس أنا هرش رشة كمون هنا تدعم كده، عشان في ناس بتتعب من البقوليات في إنها القولون بيبقى عندهم مشاكل، فخلينا إيه نأمن بالكمون. طيب بسم الله، ثم يعملوا يعني إفادة عالية جدا ويعلوا القيمة بتاعت السلطة دي قوي، ويدوا الطعم كمان حلو قوي. مخرجنا بيقول يعني يجرى إيه لو عملنا شوية صباح. والله يعني يا أستاذ إبراهيم أنت عندك ذوق راقي في الأكل، والواحد بيعرف فعلا الناس اللي بتفهم في الأكل وذواقة من أسئلتهم. طيب خلينا بقى نحط كده إيه، بصلاية خضرة هنا، ووردية
لطيفة كده. هنا بقى الفلفل، بصوا جميل ازاي. يلا بينا كده، شايفين النوجة دي سهلة قوي وبسيطة. بصوا بقى انا هجهز مكوناتها، عندي بان كده على النار، انا هعملها بالعسل الابيض. انا واحدة من الناس بحب قوي ان انا اسوي المارينج بتاع البيض، يعني ما بحبش اضيفه هو ني كده، بحب اعقم البيض قوي، وده خطوة مهمة. ده طبق السلطة بتاعنا، وهنبص بصة كده على المقلوبة برضو واحنا شغالين، بس خلينا نبدأ في مقادير النوجة جلاسي. ننزل مقاديرنا بسيطة وسهلة. انا هعملها بالعسل، في ناس بتحرق لها سكر او بيبقى زي المارينج الايطالي اللي هو بيتعمل له شربات خفيف كده علشان تنزله وتعقم بيه المارينج بتاع البيض. انا هعمل كده بالفعل. اول حاجة عشان نضمن مارينج ناجح لازم يكون البان، بصوا، جافة بتزيق ما فيهاش نقطة مية. لو البياض البيض ده طلع فيه نقطة من صفار باظ البياض، ينفع اخد من البياض ده انقل في الصفار، لكن العكس استحالة، ابقى انا بوظته، عمره ما هيعمل فوليوم ولا يعلى معايا. رشة الملح مهمة جدا. يلا ننزل مقاديرنا ونتكلم عن الوصف. هسخن هنا كمان بان عشان اعمل الكراكون، او اللي هو ايه ال يعني بيقولوا عليها ايه، مكسرات مع الكراميل. هسخن جامد. معانا زينة، اهلا اهلا حبيبتي، ازيك يا سيف؟ عامله ايه؟ انتي عامله ايه؟ روح قلبي وحشتيني. وحشتيني جدا جدا يا روحي. اسمع على مسمى، انت احلى عظيمه في الدنيا. يا نهار ابيض، اروح انا فين طيب بعد الكلام الحلو ده؟ انا اروح فين؟ انتي وحشتيني. أنا بحبك جدا جدا حبيبة عمري، أنتي ربنا يسعدك يا قلبي. وحضرتك كمان وحشتيني جدا جدا جدا. خلاص أنا هستناكي يا زينة، لازم هتطلعي تطبخي معايا. أنا مبسوطة جدا من إيه؟ مبسوطة من إيه؟ ماشي اتفقنا، قولي مبسوطة من إيه؟ مبسوطة إن إحنا كسبنا إمبارح. اللهم لك الحمد والشكر يا حبيبي. إن إحنا كسبنا إمبارح. الحمد لله. يا حبيبتي الحمد لله. دايما يا رب يسعد قلبك ودايما تفضلي مبسوطه حبيبتي. وعقبال ان شاء الله نوصل النهائي. ان شاء الله يا عمري، ان شاء الله على خير. حبيبتي يا زينه نورتيني وشرفتيني، وسلمي على ماما كتير كتير. طيب انا حطيت هنا نص كوبايه سكر، هحرقها كراميل على النار. اي مكسرات عندي، سوداني، لوز، فستق، اي حاجه المتوفر. انا النهارده هعمل بالسوداني، طعمه رائع. عندي هنا بان ثانيه، نزلنا المقادير يا نودي، ممكن اقولها وانا شغاله. النوجة جلاسيه، عندي كوباية سكر وعندي مكسرات حسب الرغبة، حوالي 125 جرام، دول يعملوا لهم مثلا ربع كوباية ولا حاجة. وعندي هنا العسل، بس معلش أنا هرفع العسل ده دقيقة بعد إذن مخرجنا لما أحط المارينج يتضرب عشان يطلعوا في وقت واحد. هبدأ هنا أحط البيض، أنا عندي 5 أبيض بيض، ممكن يتعمل باتنين مفيش مشكلة. عندي رشة ملح، وطبعا هحط الفانيليا السايلة بتدي طعم وتيست عالي. تعالوا بقى نضرب المقادير دي شويه. خدت نص كوبايه عسل ابيض، اسخنها على النار اسرع وافيد. ان انا استخدم العسل مكان السكر بما اني حطيت هنا سكر للكراميل. وهبدا العسل، هيكون معايا كريم شانتيه مخفوق عادي، لو عايزين ويبنج كريم مفيش مشكله. وعندي اي نوع مكسرات، انا استخدمت السوداني. اسمحوا لي اطلع كده بوله كبيره هنا، هخلط فيها ده. اول ما المارينج يبدا ياخد قوام كويس هبدا اضيف العسل الابيض اللي هو مكان الشربات، علشان انا الحقيقه طعم العسل بيخليها طعمها حلو، بيديها سنه لون مش ابيض كده عاجي، وكمان مفيد، بيديها طعم حلو قوي. طيب بصوا انا شغلت المارينج، باين معاكم ولا لا يا ولاد؟ لا لازم، حاضر حالا. هاخد كده السوداني، السوداني ده كان جاي من المقلة مش متحمص، مقشر، بس أنا حطيته في صاج أو في طاسة وفي الفرن، بس على حرارة الفرن أهو حمصته يطلع الزيوت اللي فيه ويبقى اللون ده. طيب هاخد كده وأوريكم شكل المارينج. بسم الله الرحمن الرحيم. بس إيه في أول، بصوا بيبدأ ينفش إزاي، بس لسه طبعًا ما وصلش المرحلة أهو، شايفين إزاي؟ بدأ أهو، هنبدا نشتغل لسه عليه تاني، ما وصلش المرحله اللي انا عايزاها. في الوقت ده هسخن العسل بسم الله عشان نوصل لنفس المرحله مع بعض اهو. ان شاء الله نخلص.
عينينا عينينا. بصوا وهنا بصوا السكر بيتحرق كراميل. هبدأ اول ما يدوب هروح حط عليه الايه، هحط عليه المكسرات اللي هو السوداني، وبعدين على ورقه زبده ومحطوط عليها مسحه زيت. بعد ما يشد هروح مكسراه بالايد وحطاه في الكبه يطلع كده. شايفين مجروش ازاي؟ اهو اهو يطلع بالشكل ده، طعمه روعه روعه اهو. هقلب بقى انا كده، خلاص العسل بدا يسخن. معانا عمرو، اهلا وسهلا يا عمرو. مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا استاذ عمرو، اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك، ومنوره في اي مكان، ومنوره في قناه النادي الاهلي المحترم نادي القرن. يا رب يبارك في حضرتك. تسلم لي يا فندم، كتر خيرك. الله يخليك، والله منوره الدنيا. وكان يعني انا من عشان متابعين حضرتك، وطبعا قناه الاهلي قناة عريقة لأي يعني أي حد يتمنى هو يشتغل في قناة الأهلي والقائمين عليها. والدروانة ليا طلب من خلال برنامج حضرتك ومن خلال قناتي ونادي المفضل على مدى العصور. أنا يعني زرت السعودية 3 أو 4 مرات، عملت عمرتين. ما شاء الله يا فندم. ما شاء الله ما شاء الله. سامعني حضرتك؟ سامع حضرتك، سامع حضرتك يا فندم. وكنت بدعي وكنت بدعي دايما للنادي الأهلي وأنا في فترة السعودية هناك. ما شاء الله. وعملت عمره، وعملت عمره 3 عمرات للكابتن محمود الخطيب. ما شاء الله. عملت له 3 عمرات مع انه ما يعرفنيش ولا انا اعرفه شخصيا ولا كده، بس انا بحبه في الله. ومن خلال برنامجك بقول له يا كابتن محمود انا بحبك جدا جدا، وعملت لك 3 عمرات في السعوديه. ما شاء الله. فنفسي اقابلك يعني قبل ما اموت، يعني دي امنيه حياتي، ونشدتك قبل كده في برامج كتير. انا نفسي اقابل كابتن محمود الخطيب قبل ما اموت، بس ربنا يديك الصحه وان شاء الله تقابله. نفسي اقابله. انا بعشق الكابتن محمود الخطيب، وبعثت رساله من خلال قناه النادي الاهلي، انا بعشق كابتن محمود، ومسمي اولادي الخطيب ومحمود على اسم حضرتك. يعني ما شاء الله، دي محبه في الله. محمود وواحد اسمه الخطيب. ما شاء الله يا استاذ عمرو. طبعا انا نفسي اقابله، والله نفسي اقابله. ان يعني شاء الله يا فندم. انا بعشق الراجل ده جدا، ونشدته كتير قوي والله في المكروه والمسموع والمرئي. فمن خلال النادي الاهلي انا بقول أشكرك يا أستاذ عمرو، وأكيد صوتك وصل للإدارة، وأتمنى يكون كابتن محمود سمع حضرتك. هو الحقيقة إنسان محترم ولا يتأخر أبدا. طيب أنا بصوا ال 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 النوجة دي حلو، حلوة كده، دخلت عن طريق التراكوة. نقلوا لنا حاجات كتيرة كانوا بيستخدموها ليه بقى. تخيلوا كانوا بيداروا بيها الطعم المر للدواء، فدي كانت من الحاجات الجميلة. بصوا أنا خدت الكريم شانتي شوية شوية مع المارينج، وأقلب كده بالراحة من غير ما أطلع الهواء منه، خلاص. وبعدين هاخد كده آخر حبة شوية شوية. شايفين بقى ريحة الفانيلا السايلة رائعة. هنا بصوا هضيف السوداني، شايفين، وعندي هنا ورقة زبدة أهي، عشان نبقى عملنا كل الخطوات قدام حضراتكم. ودي نقطة زيت همسحها كده بالفرشة هنا في النص. وتعالوا بقى نقلب القمر ده مع بعض اهو. هنزله هنا كده وهفرده، هسيبه بقى ملمسوش لحد ما يتماسك تماما، وبعدين اكسره زي ما وريت حضراتكم. ودي المرحلة الأخيرة. هاخد شوية من الكروكان ده اهو جوه الخليط، وهخلي شويه بره. مصطفى هستسمحك، عايزه صوص الكراميل. بصوا ده هيتحط في الفريزر، هتتماسك مع حضراتكم بشكل جميل. تعالوا بقى ناخد القالب ده، هنحط بقى هنا في القالب. بصوا هنا من الحلوى الجميله جدا، خفيفه، واحنا سوينا المارينجو ده كان كل اللي فارق معايا الحقيقه انه يستوي، يعني يتعقم، ما ينفعش احطه كده. نخبط بقى كده شويه وهمسح الحروف، هيدخل الثلاجه. فين القمر بتاعتنا؟ ويلا بينا. وهنطلع دلوقتي المقلوبه. بصوا بقى، بصوا شكلها، واو، شايفين الجمال
تعالوا بقى نطلع اخر حاجه بسرعه المقلوبه بتاعتنا. يا نهار ابيض. وهنستعد بقى للفقره اللي جايه ان شاء الله. هيبقى معانا دكتور علاء الدين احمد اخصائي التغذيه العلاجيه، وطبعا هنعرف ازاي نخس بشكل صحي. خلينا نقدم الاول النوجا جلاسيه هنا، الكراميل يا مصطفى، وهقلب ده بس مع حضراتكم في الطبق ده، ونبدا نستعد لمقابله ضيفنا اللي هيشرفني وينورني في الاستوديو. تسلم ايدك يا مصطفى. الكراميل فين؟ يلا بينا. هاخد كده هنا وهقلب. خلوا بالكم في صوص شويه بسيطه تقل بقى، الصوص تقل اللي هو كان، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو كان بتاع الرز اهو. مش عايزه افك قوي. بصوا، واو، هندخل بس دي كده عشان هي سخنه، لازم تبقى ولازم تبقى تاخد وقتها شويه، يعني لازم اسيبها بس 5 دقايق بالقالب بس بقى. ايه ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. يا نهار ابيض. وطبعا تسلم الايادي. هنحط بقى مسحه كده، اسمحوا لي. بصوا جميله ازاي. يا نهار ابيض. نمسح كده حروف بس الطبق. بشكركم جدا طبعا. وبعدين تعالوا نحط شويه اللوز، شويه البصل كده، ايوه هنا كده، وطبعا اي جارنش بقى جميل لو عندنا. بصوا، ونبدا بقى، خليها هنا، يلا بينا اهي. صحة وهنا على قلب حضراتكم. نستعد بقى للدكتور، الدكتور علاء الدين احمد اخصائي التغذيه العلاجيه. كل اسئله حضراتكم تبقى مجابه ان شاء الله، وننتظر تليفوناتكم وطبعا مشاركه حضراتكم معانا. ليكم اي سؤال اتفضلوا، تشرفونا وتنورونا. هنحط بقى طبق المقلوبه ده هناك. بسم الله. وأتمنى يا رب الوصفات تكون بسيطة ونالت إعجاب حضراتكم.